متابعي راديو ام، مساء الخير عليكم. ما زل في اللون في هذا العدد الجديد من برنامج 5 على 5 السياسي لراديو ام. هذا الاسبوع الساحه السياسيه فقدت صحفيين. الاول هو زميلنا هنا في راديو ام حمزه انيس شلوش، اللي نعزيو العائله ديالو المهنيه، اللي نعزيو نفسنا فيه ونعزيو ثاني لي زوديتور والناس اللي يتبعوا راديو ام فيه. وصحفي ثاني هو الياس سحار من جريده الوطن، كذلك اللي نعزيوه ونعزيو العائله المهنيه فيه. انيس حمزه شلوش كان يحب المهنه ديالو وتوفى اثناء تأدية هذه المهنة، عليها اللي لازم احنا تاني نكملوا في مهامنا كصحفيين. خمسة على خمسة اليوم تستضيف المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان زكريا بلحرش. أهلا بك. أهلا، شكرا على الاستضافة. العفو، شكرا لك، قبلت الدعوة أستاذ بلحرش. ومعنا محمد ديوان وغان الصحفي. أهلا. أهلا، شكرا. شكرا محمد ديوان وغان على قبول الدعوة. ونستضيف كذلك إحسان القاضي صحفي. أهلا. أهلا، أهلا بكم جميعا وأهلا بمتابعي راديو أم. زكريا بلحرش، نبدأ بك مدام أنت مدافع عن حقوق الإنسان، محامي، وفي يعني مشوارك المهني تبعت بزاف قضايا الهجرة الغير النظامية، يعني ما نقولوش الغير الشرعية لأنه حتى هذا المصطلح تبدل على ما أظن. أنت تبعت الهجرة الغير النظامية سواء في يعني من جهة الساحل أو حتى هنا في شمال إفريقيا، وين المهاجرين يقطعوا بكثرة بحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. الأرقام زادت بكثرة في الجزائر الأسابيع الأخيرة، وشنو هو التفسير أستاذ؟ أنا بالنسبة لي أن التفسير هو يشمل عدة مجالات. فيما يخص بلد الانطلاق، يقدر يكون كما الجزائر ولا المغرب ولا تونس ولا في ليبيا، صح. الدوافع ترجع مثلا في الجزائر دوافع اقتصادية اجتماعية، في بعض الأحيان ثقافية وبيئية والسياسية بالدرجة الأولى. نلاحظوا أنه عندها 15 سنة إلى 10 سنوات كنا نشوفوا اللي راحوا يحرقوا كانوا هذوك الشباب، كنا نقولوا عليهم سيدي ريبري جوستيس، بالك ما عرفوش صلاحهم. كانت تبان لنا باللي الهجرة الغير نظامية أو الحرقة حاجة مخيفة. المخيف اليوم أنه الشباب، نساء، عائلات راهم ياخذوا القوارب باش يلتحقوا بأوروبا. أصبحت من ثقافة الشاب الجزائري أنه يهاجر بأي طريقة كانت، وأسهل طريقة هي الحركة. على بالك أول الساحل ولا الساحل الأقرب مثلا من ناحية وهران، يبعد عن وهران، ألميريا الوهران، حوالي 163 كيلومتر فقط. يحكوا لي الحراقة بأنها وكأنها رحلة اللي راهم ياخذوها. كنت حكيت على الأسباب، أسباب سياسية بالدرجة الأولى. لي شيفر اللي راهم يمدوهم الأحداث تاع الحرقة في 2019 و 2021 فرق كبير. في 2020 كنا 11000 حراق جزائري متواجد في إسبانيا. شفت صباح لو ديرني شيفر بلو دو 21000 حراق جزائري في إسبانيا. يعني تضاعف الرقم، صار دوبلي. نعم. بصح فوالا لو فات دو دير ديجا 11000 سي انورم. كيفاش راهم يخرجوا هادوما 11000؟ هذا هو السؤال اللي نطرحه لمحمد ايوان وغان، ونولي معاك استاذ. كيفاش راهم يخرجوا هاد الحراقه من الجزائر؟ كاين اللي يقول انه هناك تواطؤ من جهات اللي راهي تخلي، ما نقولش الشباب لانه كما شرح الاستاذ زكريا بلحرش، الجزائريين من مختلف الاعمار يخرجوا بهاد الارقام يعني الرهيبه. محمد ايوان وغان، لا اكيد ولات الان الهجره السريه او الهجره النظاميه سي تان مارشي، هي سوق مربحه. سي بور سا اللي راهي الاعداد راهي غير تتزايد. والشيء اللي زاد يعني الظاهره هذه تجي تستقطب اكثر الناس كما كان يقول الاستاذ، حتى النساء والاطفال الى اخره، انه حظوظ النجاح في الوصول الى الضفه الاخرى اكبر مقارنه بالسنوات ولا العقود الماضيه، وين كانت يعني القوارب التقليديه بزاف، ما عندكش يعني الحظوظ باش توصل للضفه الاخرى كانت ضعيفه جدا. دونك اي بي ظاهره كانت جديده ثاني.
الان ظاهره خذات الان لي باسور هذو الناس اللي ينظموا هذه الرحلات عندهم ليكسبيريونس ولاو سي دي بروفيسيونيل في الميدان يستعملوا ادوات عتاد يعني اكثر بلو سوفيستيكي على بكري. النقطه الاخرى انه في الضفه الاخرى لما توصل الان عندك حظوظ انك ثاني تستقر. علاش؟ لان كاين لا جيو بوليتيك بالنظر لا استقرار اللي موجود في منطقه شمال افريقيا في تونس في المغرب في ليبيا في الجزائر كان الوضع غير مستقر يخلي هاد الناس اللي حرقوا الان الاسبانيا والايطاليا عندهم حظوظ انهم يحصلوا على لاجيل بوليتيك في اي بلد اوروبي مقارنه بالسنوات الماضيه وين ما عندك اوكي شانس في هذا يا كلك زاني مستحيل جزائري يعطيو له لاجيل بوليتيك في اوروبا نظرا لاستقرار الوضع اللي كان سياسيا اقتصاديا في 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 العشريه تاع الالفينات اللي فات. ولكن الان اصبح شفنا الان الشاب هذاك اللي كانوا رايحين يسلموه في نهايه المطاف دخلوا الاخر اللي قام بالاجراءات خلاوه ما سلموش هذاك واسمه حوالي من مدينه زوزو على ديرنيير مينوت قعد الان هذاك اكيد راح يسوي وضعيته. دونك كاين عوامل كثيره اللي تساعد على تفاقم ظاهره الهجره السيرية هذه ولا الهجرة الغير نظامية في ظل البطالة. أظن بأن حتى السلطات الجزائرية اليوم تساعدها الهجرة هذه لأنها الآن ما تقدرش توفر العمل للشباب وهي على بالها. تكلمت على البطالة نعم والعمل إحسان القاضي، الأسباب اقتصادية أم هو فقدان للأمل عند الجزائريين؟ بطبيعة الحال في اثنين. أنا نتأسف كثير اقتنى الفرصة هذه باش نتكلم عليها لأنه في الجزائر ما كان الحظر على كثير من النشاطات وبين النشاطات ولا يعني الادوات اللي يقدر يستعملها الصحافي او المرتقب للراي العام كيفاش الاخر كاين اداه صبر الراي زانستيتيو دو سونداج دو ترافاي بون الجيري سي با نورمال. اول ما ننظر من هذا نظن باللي هو الحكم تاع بوتفليقه قبل 28 فبراير لانه كان كله كان فيه متابعه صبر الراي الاراء كنا نشوفوا باللي كان نشوفوا باللي العهده الخامسه ما تقدرش تمر لانها كانت مرفوضه من الشعب. الان باش نقدر نجاوب على السؤال تاعك كان المفروض ان نقدر يعني نرجع لل اونكيت دوبينيون بور سافوار اسكو الجانب الاقتصادي هو اللي يطغى على القرار تاع الحرقه ولا هي بطبيعه الحال لي دو سون فالابل. في الاوساط الشعبيه نظن باللي الطابع ربما الاقتصادي والاجتماعي هو اللي الدافع الاول، لكن حتى في الاوساط الشعبيه ما نقدرش نقول باللي كان غير طابع لهذا الطابع هذا الاجتماعي لانه الحراك الشعبي تاع 22 فبراير 2019 الشطر تاعو الشعبي كبير استثمر الشعب فيه وكان ينتظر منه انه يفتح له افاق جديده حتى افاق اقتصاديه حتى روايه ربما روايه تاع السراقين خليتوا البلاد. نظن باللي خلات الناس تظن باللي كي تنحوا السراقين يروحوا للحبس ربما الاموال تاع الدوله ترتفع. كاين هذه الروايه هذه تقدر بسرعه ونسترجع الشيء اللي سرق واختطف الى اخره والاوضاع الاجتماعيه تتحسن. كان نوع من وكان الانتظار الاستقطاب الانتظار الاقتصادي الاجتماعي الحقوق يكون محترم من طرف الدوله ما كانش الحقره الى اخره عوامل تسمح لك انك ما كانش البيستون ما كانش الاخر ما كانش لا كوربسيون تنقص الى اخره الفساد. اذا كل العوامل هذه تجعل انه حتى في الاوساط الشعبيه نظن باللي كاين جانب شطر سياسي يدفع الشباب انه يهجر. في النخب والظاهره اللي انا تاسفني الكثير الان مش منها لانه ما لناش نشوف الظاهره تاع نتكلموا على لا غير التنظيميه لا غير النظاميه غير النظاميه الهجره غير النظاميه الهجره بالفيزا نوتامون كندا مي ايغالمون ليسباس اوروبيان هي ربما اللي راح تضرنا الاكثر لانها تنحي موارد بشريه هامه في قطاعات حساسه. يعني باش نفهموا باش نروحوا برك بالتفصيل هناك العديد من الجزائريين يعني من طلبه اطباء ومن مجالات اخرى اللي راهم يروحوا يعيشوا في الخارج بطرق يعني قانونيه اذا قدرت نقول.
الوتيرة راح تتسارع في الأشهر الشيء اللي منع هذا الشيء وخلاه ما يظهرش كظاهرة كبيرة هو القيود اللي موجودة الآن من خلال الكوفيد لا بانديمي ما قدرش يروح يفوتر افوفر ان باس سانيتير الى اخره سي لو فلو لي بوتي بصح كي تشوف نشوفوا حولنا في الأوساط الاجتماعي اللي نعيشين فيها الحوار الاول الان كيتكلم الناس على المستقبل هي كيفاش نروح كاين الناس ما كانش عندهم كامل كانوا يتصوروا ما كانوش يتصوروا نفسهم انهم في يوم من الايام يخموا يروحوا للخارج ويعيشوا للخارج بالعائله تاعهم اصبح الان مشروع عادي وما كانش بالمقابل عوامل تسمح لك انك انا من الناس اللي دائما نقول الواحد اللي يكون عنده مشروع خمم مليح البلاد هذه فيها مستقبل انا سافرت في العالم نشوف مستوى تاع المعيشه في الدول واحده اخرى ربما الناس ماشي فايقين باللي في الجزائر كاين نوع من الاستقرار الاجتماعي اللي يسمح لنا الريغ على كل حال سي تاع الطاقه لا غون بيترولير الناس ما شايفاش هذا بارابور ا دوتر بي سيت كو لا تونيزي المغرب برك بلا باش ما نروحوش بعيد حتى الجو الاقتصاد الجو المكهرب في اوروبا في فرنسا باين حتى في اسبانيا لو روجي لا زينوفوبي الايطالي كان موفمون فاشيست يشارك في الحكومه الى اخره الناس ما شايفينش كيفاش الظروف تاع الاستقبال كيفاش راهي تدهورت بكثير منذ 23 سنه اللي راح عنده 20 سنه ولا حتى انجلترا البريكسيت اللي تي اورينتي كونتر لي زيترونجي اذا انا بكري كنت نقول لهم واحد يزم يوزن الى اخره الان لي زيليمون باش تواجه هذا المشروع هذا والرغبه في الهجره الحكم الحالي نحاول منها هذا كي تحب تدافع على المستقبل والمشروع الجزائري تلقى روحك ما قدرش كيفاش زكريا بالحرش احسن القاضي كان تكلم على حراك 22 فيفري وانت تكلمت قبل ذلك على دراسات وارقام بعد 22 فيفري 2019 كانت هناك دراسات يعني من طرف حتى منظمات غير حكوميه دوليه وين قالت انه ارقام الحرقه الهجره الغير نظاميه نقصت بكثير شفنا هذا الشيء في الشعارات عند الجزائريين عند الشباب في الشارع اللي كانوا يقولوا نقعدوا هنا في الجزائر وشفنا يعني حتى الجزائريين اللي كانوا في الخارج من الجاليه اللي كانوا مفتخرين ذاك الوقت ودخلوا للجزائر واليوم نشوفوا النخب كما قال احسن القاضي خرجوا من البلاد فعلا كنت حكيت مع الاول على الدوافع بغض النظر على هذه الدوافع كاين هدف او نتيجه هذا الدوافع يكون المآلها اللي هي الاحباط عند كل او معظم الجزائريين كاين فيه احباط ويأس كي نسمع السياسة أو الخطابات تاع رئيس الجمهورية هي خطابات شكلية لا توحي بأن هناك مستقبل للشاب الجزائري ولا للطالب الجزائري ولا حتى للنخبة صح اللي عارض هذه النخبة من الناحية السياسية ما قاله هو السجن وكما قال الأخ الزميل إيوانوغن أصبحت الدول الأوروبية تمنح اللجوء للجزائريين الذين لجأوا إلى بلد ما نعطي مثال فرنسا على أساس انتهك حقهم في الرأي أو انتهك حقهم السياسي هذه عمرها ما كانت من قبل صح إذا كان هذه الانتهاكات راهي واضحة معناها النظام السياسي ما نجحش باش يبني بلد يسوده القانون ويسود قوة القانون بمعنى ما نجح في ديمقراطية حقيقية رجعت الدول الاوروبيه تمنح حق اللجوء بناء على معاهده جنيف تاع 1951 اللي هي اساس القانوني لطلب اللجوء ثالث كي نحكيو حنا مباشره على الحرقه نشوفوا وجهه الراي العامه ما يشوفوها باللي طريقه سهله باش تنجح الحياه تاعك اصبحت مال استثمار دوكا عند الجزائريين سمعوا ما معنى السريع سي لا ميور فاصون سيكوريتير باش تقدر تلحق لإسبانيا باسكو دوك الهجرة كاع لي فوكاليزي دو كوتي ويست يعني من الناحية الشرقية رانا نروحو كاع لإسبانيا الصرف السريع السريع يخلص 80 مليون للواحد 80 مليون كي يلحق الأوروبا يخدم هاد الإرشاد اللي نحكي لكم عليهم موجودين في تيك توك موجودين في فيسبوك يعني موجودين في لي ريزو سوسيو موجودين في انستغرام يبينوا كاين شباب اللي لحقوا ونجحوا يقولوا الشباب تاعنا كي تلحقوا ما هي الطرق الامنه كيفاش تلحقوا عندنا وكي تلحقوا كيفاش تخدموا
بغض النظر على السوليدايتي اللي تكون تماك تلحق التم يفسروا مام كي تلحق التماك وتروح لي سونتر تاعهم الى حكموك الى ما حكموكش تقدر تروح عادي للوجهه تاعك اللي راك حاب تروح لها ولا تريح في لي سونتر ومن بعد في لي سونتر يديروا لك لو تيست كوفيد اكسترا ويطلقوك وخرج باسكو حتى بالنسبه لاسبانيا عندهم كريز ميغراتوار ما قدروش يجيروا هاد لا كريز ميغراتوار وما قدروش يخلوك في السونتر هما يعيشوك وهما ياكلوك ويستناو طالب اللجوء حتى تفسر فيه السلطات اللي تاخذ اعوام وسنوات بكري كانت يقدر اموا دو موا تكون فيه لجنه وتفصل في طلب اللجوء تاعك ماتنو سي دي زاني فرنسا لو مينيموم سا برون دو زاني بصح وانت كي راك طالب اللجوء على بالك باللي عندك حق في هذاك البلد يوفروا لك العمل ويوفروا لك اذا ما وفروكش العمل يوفروا لك يعني يمدوا لك منحه ويوفروا لك مسكن اوبليغاتوارمون راك مريح هنا وراك عايش عندهم هذا المعلومات كي عندهم الجزائريين تا كي تسمع تروح لبلاد الناس في الساري تحت 80 مليون ويا سيدي تخدم كيما لي جون تاعنا يخدموا قال لا ليفريزون بار موطو ولا بار فيلو ولا بار نيمبورت كال مويان يخلص اون جورني لو مينيموم دو 100 يورو احسبي في الشهر شحال يقدر يدخل دونك يعاود يفارون بورسي شحال خلص هو هما يشوفوا كاع من هذه الجهه يعني وهذا الجهه هذه يعني هذه النظره هذه ماشي نظره ياس او كونترير il va s'imaginer بلي يبورا فيفر ميو اي يفا فيفر ميو سا فو با دي بلي انا ندعم الحراقه انا نقول لك الواقع واش كاين لكن كي نهضروا على الحركه اول الشخص اللي لازم يهضر يا الوزير الاول يا رئيس الجمهوريه على بالك بلي صافي ميم با جو بونس افي دو جو صابو 50 جزائري ميت غرقوا يعني في السواحل الاسبانيه 50 جزائري كانوا لا ماجوريتي يسون ايسي دو بجايه وصدوق صدوق نعم ما حكاش عليهم رئيس الجمهوريه هذا هو السؤال اللي نطرحه لمحمد ايوانوغان رئيس الدوله عبد المجيد تبون كانت يعني كان في لقاء الحكومه مع الولاد ولكن الحكومه ولا عبد المجيد تبون تكلموا على هذا المشكل مشكل الحرقه اللي بالالاف كما شرحتوا منذ بدايه الحصه كيفاش تفسر هذا الصمت من طرف السلطات الجزائريه محمد ايوانوغان نعم كل الجزائريين والفول ان كاين دو جزائري يعني نشوفوا في فيسبوك كاين الجزائر نشرت الثامنه وجزائر الواقع دونك تبون والحكومه تاعو يتكلموا على الجزائر نشرت الثامنه يفوا با تكلموا على الحراقه يفوا با تكلموا على الماء هذا كما كاين صحفيين كاين اصداء تقول صحفيين يحكيونا تلقاو تعليمات باللي ما لازمش تحكيوا على الازمه تاع الماء لازمش تحكي على الازمه تاع الماء صارت ازمه تاع الماء في الجزائر ايوا واقيلا ما كاش والو ما كاش كنت في لوطخ الجيريه انت ما عندك لا في النشره الثامنه دونك ما تحكيش على ازمه الماء ما تحكيش على الحراقه كل مشاكل ما لازمش نحكيو ما تحكيش على القمع دونك نحكيو غير على الاشياء الجميله وحتى الاشياء الجميله ما كاش اونوريمي لو كاينين نحكيو عليهم يا با بروبليم مي كاينين في الخطابات تاعهم برك الوجه الاول كان قال لك تحسن مستوى المعيشه في بعض البلديات ما باش كل البلدية هذه اللي تحسن فيها الوضع المعيشي في الجزائر ربما كاين ما على بالناش ما شفناهمش تتفاصل ونوريمي لو كان عطانا على الاقل اسم تاع بلدية اللي تحسن فيها المستوى المعيشي بلدية سطوالي فيها كلب ديبا وي في كلب ديبا ماشي بلدية سطوالي كارتيي في سطوالي وي بالك ممكن تحسن الوضع المعيشي فيها المشكل الكبير هو ارواح الجزائريين اللي ما يغضش هذا المسؤولين هذو يعني في اي بلد في العالم روك لما تسقط روح خاصه هكذا كيما حراقه ولا حوادث ولا جرائم حداد يصرى حداد يصرى فيها يعني صرا فيها ردود فعل كبيره في المجتمع في الطبقه السياسيه في المجتمع في وسائل الاعلام في كلش لما يكون في البلدان اللي تحتارم المواطن تاعها لما توقع جريمة مثلا جريمة قتل ولا أي ولا حادث ولا يفتحوا به النشرات الإخبارية ما يفتحوش بالأخبار الرسمية ما يفتحوش بخطاب رئيس ولا خطاب وزير ولا خطاب يفتحوا بهذيك الجريمة ولا الحادث ولا الضحايا اللي ماتوا لأن المواطن هذيك الدول مبنية أصلا على المواطن بلد الدوله اللي ما توفرش الرفاهيه للمواطن تاعها ما عندهاش لا ريزون ديكزيستونس تاعها تروح المفروض هذا هو حنا المواطن عايش من اجل الدوله عايش في سبيل الدوله ماهيش دوله اللي مبنيه من اجل المواطن سي توت فيلوزوفي وحده اخرى اللي عندهم على
ما راناش في لوجيسيال واحد معاهم توجور نعاودها. هما يشوفوا المواطن في خدمه الدوله، حنا نشوفوا الدوله لازم تكون في خدمه المواطن باش يتلاقاو. هذا لي لوجيسيال سي احسن بالضبط. كاين في الجزائر مي كاين اوسي احسن القاضي من الجهه الاخرى كذلك، من البلدان اللي يلحقوهم الالف من المهاجرين كاين صمت كذلك. يعني كمل الفكره اللي كنت حابه. بالنسبه للسلطات الجزائريه الصمت تاعها، يعني انا ما يعني ما التفسير تاعو يعني يقدر يكون فيه اكثر من تفسيرات، لكن في الاوساط الشعبيه القطيعه مع الحكم وصلت لدرجه ان الناس تشكك انه الحكومه راهي تستشفى في الشعب. موجود هذه الاطروحه موجوده، انا ما شاركش فيها ما شاركهاش بصح موجوده تاع اليس النظام يعني اللي عمل قطيعه مع الشعب. افتوا راسكم درتوا انتفاضه شعبيه، خلصوا الماء الماء الاكسجين النار الهجره كل خلصوا، احنا ما عندنا ما دخلنا فيكم، انتم اللي خيرتوا هذا. انا ما نفكر بصح باش توصل الاوساط تفكر بهذه الطريقه هذه، يعني هذا يدل على انه القطيعه والفجوه كبيره كبيره بزاف. لا 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 الناس ديك المقدمه فكرت بن طلحه، كاين واحد قال لي راهي ساره كيما بن طلحه، الناس اللي فوتوا فيس خلاهم يموتوا. درنا 23 سبتمبر اللي فات مالوريزمون لا دات انيفرسير تاع لا ديسباريسيون تاع انيس حمزه شلوش، سيتي لا انيفرسير تاع 21 سنه تاع ماشي 21 سنه 97 2021 صافا فيت. خلى قال السلطات الامنيه خلت الناس تموت استشفت فيهم. ماشي انا ما نظنش باللي الجيش هو اللي قتل، يا اوكين بروف بور سا، بصح الجيش ما دخلش باش يسلك العائلات العزل الى اخره. اذا رانا في دون ان كليما دو كومبلو بدا من السلطه والان وصل عند الشعب. فوالا قالوا مخلينا وما على بالوش بينا. وصمت من الجهه من الضفه الاخرى للبحر الابيض المتوسط. هناك يعني كما تكلمت على نظريات المؤامره اللي يقول انه فيه حسابات اقتصاديه يدخل فيها قضيه الغاز وما شابه. نظن باللي فيه الورنينغ لي سينيو دالارم موجودين باش الجزائر تعس بصفه يعني انجع الحدود تاعها البحريه وما تخليش الشباب ولا القواز الزوارق هذوما يخرجوا، لكن ربما ما وصلتش الحده انه تصبح ازمه سياسيه مثل ما كانت ازمه سياسيه ما بين الاغريق وتركيا مع الزحف تاع الافغان وسوريا والسوريين الى اخره. ما وصلناش للحجم هذاك باش تعطى المغرب واسبانيا بطبيعه الحال. زكريا بالحرش كما سبقت وقدمتك في بدايه الحصه محامي واعتقالي الراي والادانات متواصله المحاكمات كذلك. نعم، الشيء اللي لاحظناه توكا مؤخرا انه الامر تاع القمع وطريقه القمع زادت تطورت الى حد انه اليوم المعتقلين اصبحوا جلهم متابعين بجنايات الاشاده باعمال ارهابيه، جنايه المشاركه في منظمه ارهابيه. هذا سي لو مينيموم دو سكو جو بو دير. هي اون فات كي وكيل الجمهوريه دير طلب الافتتاحي سيت اون في كومبليت معمره بالتهم. حنايا ياك المبادئ والمبدا الجزائي انه التهمه تكيف على اساس الفعل الذي هو من الاصل متابع الشخص من اجله، ماشي شخص لا خطرش هضر مع واحد من رشاد ولا هضر مع واحد من الماك دير له انت اون في تاع الجنح والجنايات. قلت انا سي لو مينيموم واحد اللي يكون فيه رهن الحبس الاحتياطي لو مينيموم يقعد اون اني لو مينيموم، ومن بعد باش يتبروغرام له في المحكمه الابتدائيه الجنائيه اكسيتيرا سا برون فريمون بوتيتر جو سي با واحد دو زون هكذاك، ومن بعد باش يشارع واذا دا براءه هذوك العامين على ربي شكون اللي راح يعوض لهم، يعني ما متعوضهم له الدوله بصح ما راحش يكفي سيد يضيع الاسره تاعو ضيع الفرص الحياه تاعو شحال قد ما تعوض له ما يكفيش. بالاضافه انه هاد او معظم من النشطاء اللي نعرفهم متاسس في حقهم الملفات فارغه ماشي تاع جنايات. فوضل بومالا مفكر سياسي ناشط سياسي تروح دير له انت تهمه جنايات. كاين امور نقولها اصبحت في القضاء غير مقبوله. ومن بعد كي نتكلموا على حراقه نقولوا وعلى الشباب تاعنا يروحوا ولا
نقولوا علاش الشباب تاعنا ما ولاش يروحوا، علاه يروحوا بهذه القله؟ الياس زرعته المنظومه السياسيه، وحنا رانا نتحملوا هذه المسؤوليه. كما قال مسيو احسان قاضي، رانا نحسوا كانهم راهم ينتقموا منا، وراهم ينتقموا بالاخص من النشطاء. الان دوك القمع عام ماشي برك راه من النشطاء، كاين محامي، كاين محامي راهو في الحبس، كاين بروفيسور كذلك، وكاين الناس كلهم يعني اللي كانوا في الحراك او اللي كانت عندهم علاقات من قبل سواء مع الماك ولا مع حركة رشاد، يصيبوا روحهم متابعين بجنايات. انا نقدر نقول لك باللي كنا عايشين وضع خطير، الان رانا عايشين وضع اخطر من الخطير كاع. الان رانا في دولة وين مصطلح حقوق الانسان اصبح عندوش كاع مفعول تاعو. رانا الان عايشين في دولة احادية استبدادية وين صاحب السلطة هو الامر وليس القانون، صح؟ ومن بعد نسمع رئيس الجمهورية يقول باللي رانا في بلد فيه 250,000 اتيديون، ويتباهى ببعض الامور. هذه الامور في الواقع هذه غير موجودة، وإذا كانت موجودة بالنسبة كي يحكي على مثلا على الطلبة، الماجوريتي تاع الطلبة هذا كانوا في الحراك، كانوا ناس واعيين. واش درتوا لهم كي يحبوا يبينوا آرائهم السياسية وكي يحبوا يعبروا عن آرائهم؟ صابوا روحهم متابعين قضائيين، صابوا روحهم تحت تهديدات أمنية. الآن دوك أنت إلا عندك 250,000 طالب ما تستثمرش فيه كذلك، أو ما راح يجيب لك حتى حاجة، ما يقدرش يبني لك مجتمع قوي، وما تقدرش تبني انتايا جزائر جديدة لك تيماجيني فيها أمام 250 طالب مريح في الدار. شكرا زكريا بالحرش. نكملوا في نفس يعني الموضوع محمد إيوانوغان، من أثقل يعني الأحكام اللي تم النطق بها مؤخرا هو إدانة علي غديري المترشح سابق للرئاسيات وجنرال سابق كذلك بأربع سنوات سجن نافذ. فعلا كانت حتى المحامين ما كانوش يتوقعوا تلك العقوبة، خاصة أنه قديري فوت عقوبة أكثر من عامين، يعني أقصى الشيء اللي كان الناس متوقعوه أنه يحكموا له بنفس العقوبة اللي فوتها ربما ويخرج من الحبس. عقوبة 4 سنين كانت حتى قديري، يعني كنت في المحكمة هذاك النهار في الموما وين البروكيرور انتقل بالريكزيتوار تاعو ما زدش رفع راسه. كان في الاول كان فريمون كان عنده كان يجاوب على اسئله القاضي بكونفيون، يعني بكل ثقه في النفس والاخر، وكان بيان ابارتيو دي مومون وين رفع وكيل الجمهوريه ممثل النيابه وانطق بالالتماس تاعو، التماس تاع 7 سنوات، ما زدش عرف دراسه شغل الى كومبري على باله بلي راه. بما انك كنت حاضر في المحاكمه، يعني باش نذكروا حتى متابعي غاديو ام تهم اللي تم متابعته بها، وحتى المحامين اللي يقولوا انه الملف فارغ. بون ملف فارغ، المحامين اللي يقدروا يقولوا انه نعم المحامين اللي قالوا على الملف، وي المحامين قالوا بلي الملف تاعو فارغ. واثناء المحاكمه شفنا بلي التهمه الوحيده تاع علي غديري هي الحوار تاعو مع يوميه الوطن، ما كان حتى تهمه واحده اخرى وجهلوا القاضي. احباط معنويات الجيش، احباط معنويات الجيش، الحوار في حد ذاته مضمون تاع الحوار. وحتى حسب المحامين في الاسئله اللي كان يطرحها وكيل ممثل النيابه ولا القاضي، كان جمله مانيش شايف شكون فيهم اسكو البروكيور ولا القاضي اللي انطق بها ماهيش موجوده في الحوار، والمحامين احتجوا عليها قال لك هذه الجمله هذه ماهيش موجوده، ما قالهاش غديري بوركوا حبيتوا تضيفوها باش تزيدوا تصدر بوراغرافي لو كا تاعو الى اخره. القاضي كان حاول يطرح اسئله على غديري حول علاقته بالمتهم اللي كان في نفس القضيه قواسمي هذاك الى اخره، مي المحامين تدخلوا بسرعه باش يرجعوا للنقاش، يوجهوا للنقاش حول الافعال الوقائع المتهم بها الموكل تاعهم. دونك
والقاضي استجاب. القاضي قال لك اوكي دوك نرجعوا لموضوع الاتهام. دوك موضوع الاتهام كاين موضوع واحد وهو الحوار في حد ذاته. دوك 4 سنين بور اون انترفيو احنا كصحفيين ماتنو شكون اللي راح نديروا مع حوار؟ يعني تروح دير حوار مع واحد الى ريسك 4 ans دو بريزون ولا بلوس. سي فريمون ولات مهنة الصحافه راهي فريمون في خطر. هو الريسك او الصحفي كذلك كما حدث مع رابح كارش اللي نذكروا فوالا بيان سور لي دو كوتي بيان سور. فريمون مهنة الصحافه اليوم اصبحت مهنة كل مخاطر المواطنين. شفنا شحال الان تشوفوا في لي ريزو سوسيو كيفاش يعني الاعتداءات اللفظيه اللي تعرضوا لها الصحفيين. العداله الوزاره في كل مره بور اون فيرغول يقدر يدير عليك خطاب يقول لك علاش كتبت علاش درت لا فيرغول هذه ما درتهاش هنايا درتها هنايا. العناوين لا اون علاش درت لا اون هكذا ما درتهاش هكذا صدر خلاص الصحفي ما ولاش ما على باليش واش يدير الناش قال ولا دير جورنال ماشي غير. شكرا. وكما قلت نذكر انه يعني محاكمة رابح كغاش في مجلس قضاء تمنراس السيف يكون يوم 4 أكتوبر. محاكمة كنزة خاطو تمت برمجتها كان الصحفية كنزة خاطو ل 7 أكتوبر كما تم تأجيل محاكمة إعادة محاكمة خالد درارني إحسان القاضي نبقاو في قضية علي غديري. في غاديو أم الموقع اللي نتا المدير ديالو نشر رسالة لعلي غديري أمس. رسالات انا نظن باللي يعني عطى رساله فيها روح قتاليه يعني عاليه. انا نحييها لانه الانسان قاعد في السجن مده طويله مثل هذه مازال عنده معنويات مرتفعه كما هذه وانه ياخذ موعد مع التاريخ وموعد مع الشعب الجزائري انه يواصل المشوار تاعو في طريق مطالبه الحقوق والحريات والنقله الديمقراطيه. نظن هذا حاجه مليحه يعني نزكيوها حاجه مليحه. بقى انه وضح انه المتابعه بقى على نقطه واحده مش على الباقي. علاش؟ ونظن باللي هذه من الاهداف الاساسيه في الرساله تاعو بغض النظر عن الجانب السياسي والرساله السياسيه هو انه كان فيه ربما انا مالغام صرا في ديبيو تاع البروسي. انا على بالي باللي كان استاذه لويز زبيده السود وقفت رئيس الجلسه وطلبت منه انه ما يقراش لوردونونس دو رونفوا اللي كان يقرا فيها اللي هي الاصل الاول تاع لوردونونس دو رونفوا اللي كسرتها لا كور سوبريم المحكمه العليا والمفروض ما يقراهاش رئيس المجلس يقرا لا دوزيام لو دوزيام لوردونونس دو رونفوا بعد الكسر. ويعني وهذيك لوردونونس دو رونفوا تعني الا الجنرال المتقاعد علي غديري. اذا البروسي ديال ديبار يافي فيز دو فورم لانه جابوا معاه قواسمي وحبوا يربطوه بقواسمي لانه الدوسي تاع قواسمي ربما فيه ما اشياء ربما محسوب عليه الوغ كو في الحقيقه هو اللي تيمو برك علي غديري في الفافات تاع قواسمي وما كاينش ارتباط ما بين قضيه التهمه اللي موجهه علي غديري ما فيهاش شطر يعني قواسمي. قضيتين في الحقيقه لا مالغام اللي تي في اكسبري ربما لي زافوكا يزوري دو كونسلتي ان بو بلوس باش يتشاوروا ربما يوقفوا الجلسه. قال ما نقدروش يكون فيه حكم بزوج قضيات ما عندهاش ارتباط ما بينها ولي دو بريفني ولي دو اتر يتحاكموا بطريقه منفصله الوحده على الاخرى. بالنسبه للباقي انا من الناس اللي ربما الناس يلوموني كثير على التفاؤل تاعي في التحليل السياسي الى اخره. انا ظنيت باللي رساله اللي توقيف علي غديري رساله ربما 27 شهر تاع السجن تكفي باش الرساله هذيك توصل تاع اخترقت قانون مشفر فوالا مشفر كود يعني لوا كنون اكريت داخل الجيش الوطني الشعبي انه ما كانش واحد يخرج من الصف باش يقترح روحه كمترشح للرئاسيات لانه الجيش هو اللي لازم يخير المترشح. انت كي دير الترشح تاعك وحدك ما يعني راك ما خليتش الجيش يقوم بهذا كسر الكونسنسوس. هذا سي لا بروميير بونيسيون اللي دخل عليها الحبس تاع احمد قايد صالح هو اللي قام بها ودخلوا الحبس على اساسها ما كاينش حاجه واحده اخرى. فوالا
طولت القضية ما كناش نظنها طول بهذا الزمن. الآن علاش مازالوا علاش هاد لاكوناسيون تاع ربع سنين، هاد لاكوناسيون تاع ربع سنين تدل أنه الرسالة الأولى مرض خلاص يسمعوها لي زوتر كونديدا ايفونتويا اللي راهم داخل الجيش واللي متقاعدين واللي ما حابين يلعبوا دور سياسي إلى غيره. الرسالة الثانية هي داخلية هي بلا معنى، هي أنه الحكم هذا لو ريجيم أكتويال تاع تبون شنقريحة في حالة هشة ما تسمحلوش أنه يواجه جنرال على الريتريت اللي راح يخرج ويعاود يستأنف المشوار تاعو السياسي وربما ينادي برئاسيات مسبقة كما نقدر نصور ولا الرسالة تاعو تخلينا نفكر. كان أنا فوكا قال لي زون إلا روفيزي لو ديل إلا هذا ما عندوش يعني إلا روفيزي لو ديل يعني حتى في الموقف تاعو الأخير إلا روفيزي لو ديل معناها ما راح يواصل العمل السياسي تاعو. انا جو سو با بارتيزون سبيسيالمون دو علي غديري مي جو ريسبكت لو كومبات تاعو، عنده ربح لشتيم لشتيم لا كوس بوليتيك ربحها ما فيها حتى شيء، لكن لو ديزيام شون سي سوي لا سي ما قادريش يقابلو كيما ما قادريش يقابلو فودي البومالا اللي يكمل العمل تاعو النشاط تاعو كوجه من وجوه الاختيارات. ولكن قانونيا هو الان علي غديري بوليتيكمون مربوط عنده باسكو عنده سوابق، الان راح يكون عنده سوابق عدليه ما يقدر لا يترشح لا يمارس حتى كي يخرج ما يقدرش الطموحات السياسيه تاعو ما يقدرش يحققها، ما يقدرش يترشح للرئاسيات مثلا واحد عنده بالسوابق العدليه اللي عنده ابري 4 ans de prison. دونك هو دو بوين دو فيو بوبولار نتمناو ماشي 4 ربح ها نتمناو ماشي 4 ans نتمناو وي نتمناو المحكمه العليا تكسر تنصفو وي مي بالحكم هذا نظن سياسيا الان لا يبوتيكي الاخر تاعو الحدود السياسيه تاعو. زكريا بالحرش في ظل يعني جوست جولي دير الناس اللي كانوا يقولوا بلي علي غديري سي ان بيون تاع توفيق توفيق خرج صفى الامور تاعو راه عايش في الفيلا تاعو. انا عمري ما ظنيت خاطر اللي قابلته علي غديري اكثر من مره بلي كان ان بيون متقدم تاع توفيق شاوي صدم براسو شاف ناجح خاطر الان تشوف الامور خاطر النفوذ هذا تاع توفيق اللي حاب الناس الدارس وكذا هو اللي يشرف على كلش ومتى ما تفهم والو ولا لو كان فيه نفوذ بهذه الدرجه هذه لو كانوا يقدروا يخفوا له او مو يخفوا له من باب الشرف تاع ان اوفيسي انتاج تاع لاين بي ما تخليش ما تجيش كاين راه بعيد قاضي احسن قال لك كيما حوزوا وزير الاول في 2017 وصرا له مشكل صبح رئيس دوله فيما بعد ربما يتم تحضير علي غديري كذلك للرئاسيات المقبله سان بو شابي زكريا بالحرش مدام رانا نحكيو في المحاكمات نكمل معك في نفس الموضوع. هناك العديد من التأجيلات سواء في المحاكم أو في مجلس القضاء كذلك وسواء من جهة يعني نشطاء الحراك أو حتى ما يعرف بقضايا الفساد أو العصابة. بالنسبة لي أنا ما لاحظت بالنسبة لي قضايا الفساد التأجيلات لأنه الملفات كبيرة بزاف والمحامين عدد المحامين المتأسين كاين بزاف. نظن أن المحامين هما اللي يعني يكونوا التمسوا تأجيل ماشي محكمة الجنايات والنشطاء والصحفيين. بالنسبة للنشطاء والصحفيين نظن بلاك راح يكون فيه تغيير مرتقب في التشكيلات القضائية يعني معروف أنه مش معناتها تغيير في التشكيلات القضائية معناها ممكن أنه قضاة يعني يغيروا لهم يكون فيه تحويلات ولا كل ما تكون سنة قضائية جديدة يكون فيه تحويلات بالنسبة للقضاة. كان فيه تحويل بالنسبة للنواب العامين وكلاء الجمهورية رؤساء المحكمة الآن قعدوا القضاة تاع الأقسام وتاع الغرف يعني ممكن يكون فيه تغيير صافي كي تشوفي السرعة في بعض الأحيان لأن الصورة هي بوكو بلوس أدمينستراتيف إدارية في القضاء يعني كي تشوفي القاضي يمد أجل قريبا ممكن لأن يكون فيه تحويل ولا يكون بالك دار طالب تحويل وحب الملفات اللي عنده هو مجبر انه لازم يكملهم عباك بلي قاضي يكون عنده ملف ويشرع يعني في دراسه ذاك الملف لازم يكمله هو باسمه ما يقدرش يجي قاضي واحد اخر باسم واحد اخر يفصل في هذاك الملف وصار بوكو بلوس او نيفو دي كور هذا هو ماشي في المحاكم جو بونس بوكو بلوس سا بوتيتر سي اون ليكتور بوليتيك اذا كاين فيه وجهه نظر سياسيه انهم حبوا
يتخلصوا من بعض القضايا اللي شرعوا فيهم وتعلق بالجنح بوكو بلوس. اللي قعدوا لهم مازالت مبرمجه بالك حابين يكملوهم لو بلو رابيدمون بوسيبل. علاش يكملوهم لو بلو رابيدمون بوسيبل؟ خاطرش كانت فيه واحد المرحله ياك، كانت فيه واحد المرحله لضبط الحقوق والحريات عن طريق الجنح، عن طريق متابعات ذات وصف جنحي. دوكا سي لي بلو غرو دوسي بالنسبه لهم الجنايات اللي تتعلق وعندها صله مباشره بسياسه البلاد المبنيه على العدو الخارجي. العدو الخارجي دوك راه واضح شكون اعداء الجزائر، بانهم حركات، وهذه الحركات اللي بداو يسويو الوضعيه معهم عن طريق الجنايات. اما الجنح، اما الجنح اللي كانوا مقبل وما عندهاش، كانت تهدف بوكو بلوس لي ليبرتي لي كي افي بوكو بلوس اون ريلاسيون مع الحراك ثاني. حتى تلاحظي ان كل المتابعات عندهم علاقه مباشره مع الحراك. الان هذه الجنايات اللي شرعوا فيهم ما عندهم حتى علاقة مباشرة مع الحراك، بالك علاقة غير مباشرة. شكرا. تدخل إحسان القاضي. يعني باش واحد يحاول من مهام تاعنا احنا كمتتبعي الوضع السياسي في الجزائر اننا نحاول نفسر واش صرا الأشهر الماضية هذه. كاين حلقة بدات، حلقة احنا اعتبرناها كجديدة، بدات 16 فبراير في خراطة باستئناف الحراك الشعبي. ما كانش فيها ديسبوزيتيف اللي منع الحراك، قدرنا نمشيو ونغطيو في نفس الوقت. ثم خطاب رئيس الجمهورية بعد الفترة اللي كان فيها غايب يوم 18 فبراير دار خطاب. خطاب نقدر نعتبره أنه كان فيه نوع من الانفتاح، لأنه تكلم على إفراج بعض المعتقلي الرأي. احنا خلي أنا نتكلم على نفسي أنا كمحلل، قلت ربما حابين ينتهجوا طريقه مغايره في الانتخابات التشريعيه، في انتخابات الرئاسيه وفي الدستور استعملوا القمع الى درجه ما، القمع باش يمنعوا المعارضه للاستفتاء والمعارضه للرئاسيات. بالنسبه للتشريعيات قدرنا نفهموا انه ربما غيروا الطريقه تاعهم والمنهج، قال نستقطب نجيبوا لي كونديدا، ندخليوا الناس ظن بلي المناخ منفتح فيه دي ميزور دابيزمون الى اخره، باش يكون فيه مشاركه اكثر من جهه المترشحين حتى من جهه الناخبين. شحال قعدت هذه لا سيكونس هذه؟ قعدت شهر مارش، 6 افريل يا لا ريونيون تاع لو كونساي دو سيكوريتي اللي انقلب تماما على المنهج هذايا. علاش؟ انا قراءتي في القضيه هو انه كي خلاو هذا النوع من الانفتاح، ماقدرش نسميه انفتاح، يعني انفراج قليل، خرجوا بعض المعتقلين الراي الى اخره، قدرنا نمشيو في الجي بعد 22 باسكو فالي روفري لسباس بيبليك 22 فبراير 2021. نظن بلي ما كانوش ينتظروا انه الحراك يرجع بالحجم هذاك، ما كانوش ينتظروا بالحجم. كانوا يظنوا انه تقدر تخلي الحراك يعاود يخرج، لكن راح ينهار وحده لانه ما يكونش فيه كثير من الناس الى اخره. الشيء اللي صرا هو انه الاسابيع المتتاليه حتى في شهر رمضان الحراك كان يتقوى في العاصمه داخل الولايات الى اخره. عاودوا رجعوا لسياسه القمع من قبل من لا ريونيون تاع 6 افريل، لي بريميير زاريستاسيون في مارس اي 6 افريل ايزون بعد غيروا سبحت قضيه التجريم والكومبلوتيزم افيك سلمك اي رشاد اي اوني بارتي دون ان اوتر سيناريو. نظن بلي في مانيش عارف نفس الجهه داخل الحكم هي اللي كانت تشرف على المرحله الاولى تاع نحاولوا نسهلوا الامور، ربما نقدروا نديروا تشريعيات في ظروف مليحه، واللي نقلب عليها نقلبت عليها جهه واحده اخرى، زمره واحده اخرى داخل النظام اللي هي قاسيه، وكانت من الاول تقول لي لازم نقمع بصفه شديده هذا الحراك الى اخره. والدليل على ذلك هو كي خليناهم ما خرجنا في حتى شيء، كان الحراك مازال يخرج ومازال يطالب بنفس المطالب للتغيير الى اخره الى اخره. هذا مجال للبحث بالنسبه لك الاكاديميين وبالنسبه لنا كصحفيين باش نفهم شيء اللي صرا بارابور باسي حتى بارابور المستقبل. باش السؤال الاخير بالنسبه لنا، هل تقدر تكون فيه اون اوتر سيكونس مثل هذه تاع انفراج اون تونتاتيف جديده الى اخره؟ لانه المنهج هذايا ما ناش شايفين راح يدينا. محمد ايوان اوغان، يعني في مقابل كل هذا الشيء، حرقه، ازمه اقتصاديه كما تكلمنا، وضع سيء
للحريات رئيس الدولة عبد المجيد تبون تكلم في خطابه عن الجزائر القوة الضاربة اللي فقط بعض الجزائريين ما يعترفوش بها. هو أكيد القوة الضاربة اللي يقصدها الواحدة اللي كانت تتفصل هي القوة العسكرية. الجزائر ماهيش قوة في جهة أخرى. الجزائر ضيعت الفرصة باش تكون قوة رياضية، ضيعت فرصة باش تكون قوة طبية، ضيعت فرصة باش تكون قوة في الإعلام الآلي في المجال مام في الانفورماتيك تكنولوجي، كانت قادرة تكون قوة. ضيعت كل هذه الفرص. اليوم الجزائر على المستوى العسكري المؤسسة العسكرية ما زالت قوية، ولكن الشيء اللي ما على بالوش ربما ما على بالوش ولا ما حبش يكون على باله أنه الشعب الجزائري ما هوش يطالب بقوة عسكرية، يطالب أنه بلاد تكون قوية في الحقوق، قوية في الرفاهية، قوية في المستوى المعيشي إلى آخره. المؤسسة الجيش أوكي بيان سير الحماية الدفاع الوطني هذا انشغال أي مواطن جزائري، ما هوش يغلط روحه تبون ولا أي مسؤول عسكري اللي يعتقد بأن هناك جزائري ما يتمناش يكون الجيش الوطني الشعبي يعني مستقر ومتماسك وقوي إلى آخره. ما كاش جيش في العالم يقدر يربح رهان الدفاع الوطني إذا كان الشعب جيعان والشعب ما هوش مرتاح، على ما عندوش أمان، ما هوش يشعر بالأمان في بلاده، ما هوش يشعر بالحرية، ما يقدرش يمارس حريته إلى آخره. هذا هو الجانب اللي تبون والمحيط اللي معاه يتجاهلوه جوسكا بريزون دون بون بيان افون ميم قبل تبون. هذا هو الجانب اللي يتجاهلوه المسؤولين في الجزائر. الجيش الفرنسي خسر في الجزائر، خسر في الفيتنام. بوركوا؟ لانه يمثل استعمار في مواجهه شعوب تواقع الحريه، شعوب كانت تحوس تحرر نفسها. دونك هذا الدرس يلفو يستخلصوه المسؤولين تاعنا، الجيش في خدمه المواطن. كل الرهانات الجيوستراتيجيه اللي مطروحه اليوم، اكيد الجزائر ماهيش عايشه في عالم وحدها، كاين رهانات جيوستراتيجيه بزاف مطروحه في المنطقه، منطقه شمال افريقيا بالاخص. مي كل هذه الرهانات باش نربحوها، باش نربحوا الديفي هذا بلا ما يكون شعب مرتاح نفسيا، مرتاح على عنده مرتاح على حريته، امنه الصحي الغذائي مستقبل اولاده الى اخره. اذا كان هذا الضمانات كامل مش متوفره ما تقدرش تربح. شكرا محمد ديوان غن. في دقيقه فقط زكريا بالحرش، الجزائر قوه ضاربه، يعني جمله اثارت سخرية الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي. والله أنا ما فهمتوش واش كان يقصد بقوة ضاربة. الأزمات هذو ما لنا نعيشوا فيها، نظن بالك رئيس الجمهورية ما واش يعيش فيها، بالك هو راهو عايش في بلاد وحنا عايشين في بلاد واحد أخر. ومن بعد يقول باللي قوة ضاربة إلا بعض الجزائريين ما يأمنوش بها، يعني حتى في طريقة الكلام تاعو راهو يقمع الرأي الآخر. وإذا كانوا فيه جزائريين يشوفوا باللي هذه البلاد ما فيهاش قوة ضاربة، ماشي بالك بمفهوم ولا بمفهومهم، انتوكا كيما لحقت لهم المعلومة عندهم الحق يخموا هكذا، عندهم حق يفكروا. حتى طريقة الكلام تاعو توحي بأنه كاين فيه نوع من الجزائر ما همش قابلينهم هنا في الجزائر، على بها كاين تصفية الحسابات، على بها كاين هذه الأزمات. سبحان الله 50 واحد ميت يبكيوا علينا الاوروبيين، وواحد ما هضر عليهم هنا، نقصد واحد المسؤولين هذوما ياك جزائريين. يعني كي يقول قوه ضاربه، ما اذا كان عنده ميساج حاب يلحقوا هذا الميساج تاعو الحق فلو كاع يعني. حنا هنا من بيان كي يكون ان بريزيدون يمد للشعب تاعو وما سي دي ميساج كلير اي دي فري ميساج فريمون لو بوبل يلون مار دي مونسونج. وهذاك دي مونسونج ما فيو با كونستروير ان ايطا، سي دوماج. انا واش نقول لك بان هذا الحرقه واش زادت يعني من اخذ ارواح الجزائريين عندها النتائج تاعها والعواقب تاعها، سواء بالنسبه للسياسه الداخليه للجزائر ولا الخارجيه. شكرا زكريا بالحرش. احسان القاضي، لما استعمال كلمه قوه في هذا الوقت؟ هل الكلام موجه للجزائريين ام للمغرب
مثلا. في ضباب بالنسبه للتوجيه الرساله هذه، انا متاسف كثيرا بالنسبه للشطر الثاني تاع التصريح هذا تاعك فيه الجزائريين يقزموا من القوه تاع القوه هذه، نظن بلي هذا واش قال بالحرف يقزموا، كاين الجزائريين يقزموا من هذا الحرف هذا. عبد العزيز راح حاب يكتب ان تويت كتبوه بالعربيه وبالفرنسيه نظن بالنسبه للحوصله تاع عبد العزيز بوتفليقه. قال عبد العزيز بوتفليقه ما كانش عنده لا با دونبيسيون بور الجزائر. بون يعني دبلومات الاخرين بصح لا با دونبيسيون، لامبيسيون تاعو هذه سيتي بيردوري. عبد المجيد تبون عمره ما كان يتصور يصبح رئيس جمهورية في الجزائر، عمره ما كان يتصورها، يعني ظرف تاريخي زال حتى هذا صافي بارتي العمل الأكاديمي اللي لازم نخدموا عليه باش نفهموا كيفاش أحمد قايد صالح اختار عبد المجيد تبون وفردوا على الباقي تاع الجيش. كيما توصل في ظرف كيما هذا ما تكونش من هي بوتفليقة، مش نفس الشيء، بوتفليقة لها توجور فوليو بريزيدون وكان عنده بروجي تاكتيك. المشروع تاع عبد المجيد تبون اسكو واحد يقدر يتكلمنا على المشروع تاعو؟ في الاول قال راني جاي نعطي يدي للحراك، قلنا نقولوا بالك ربما عنده كيما بوتفليقه كيوصل حاب يدير الهدنه لا كونكور سيفيل لوي ام الى اخره، ما قدرش يديرو، ما كانش مشروع. كيما يكونش مشروع بقات الامور بابين يدين الجهاز الامني، الجهاز الامني اللي يفو دي زنمي الى كري لي زنمي انتيريور اكستيريور مفتعلين بالنسبه ليا. المروك سي ان ادفيرسير بوليتيك مي سي با انكور ان انمي. بون انا بالنسبه ليا نقدر نصفي الامور تاع قضيه المغرب بطريقه، انا من الناس اللي يعتبروا انه الخطه الغالطه تاع عبد العزيز بوتفليقه غالق الحدود من 94 الوغ المغرب طلب يعاود يفتحها، ظن انه راح يفشل ويتعب ويقمع ويعاقب العرش المغربي بهذه السياسه هذه، تقدر دير الحوصله تاعها بعد 10 سنين بعد 15 سنه. قال واش جابت لي انا من الناس اللي جبي شوكي لوبينيون. عبد العزيز بوتفليقه بالسياسه تاعو رمى المغرب والعرش المغربي بين يدين اسرائيل، لانه ما كان حتى مبرر باش اسرائيل تحط رجلها في المغرب تاعنا. سي سيت بوليتيك سون فيزيون، باسكو لو كان عندنا سياسه واحده اخرى ما كان حتى سبه باش نخليو ندفعوا. بون ايفيدامون يافي دي زالي اسرائيل خدمت خير منا، جارك تخليه يولي يتحالف مع عدوك الاكبر. اذا بنفس الطريقه نظن بلي عبد العزيز تبون ما عندوش مشروع، عبد المجيد تبون ما عندوش مشروع يخليه سالولاس بالونسي دي فراس كيما هذوما اللي يشاركوا في الموفمون اللي نتكلموا عليه هذا تاع الحركه. شكرا احسان القاضي صحفي ومتابع للشان السياسي، شكرا للمحامي ومدافع عن حقوق الانسان زكريا بن الحرش، وشكرا للصحفي محمد ايوانوغان، شكرا خالص لمتابعي راديو ام اللي تابعونا طيله هذه الساعه. الى اللقاء.